الرحمن الرحيم. اليوم تاريخ 10/8/2017 إن شاء الله راح نتوجه من كابرون إلى فيينا على خير. الشباب طبعا راح يسلمون قواريهم دراجاتهم اللي محل الدراجات سوق 2000. بسم الله نهار كابرون إن شاء الله. طبعا أنا حاط كذلك دراجتي ورا دراجة نونة الله يصلحها. وهذا دوكيمنت لتسليمنا للقواري أو للسياكل أو للدراجات بأي لهجة شئت. دول الشبيبة قدامي الله يصلحهم. هناك هذا خالد. ألوي شلونك؟ معاذ يلا يلا. وهذا أنس وهذا يوسف. تدعم الناس يلا الله يصلحهم يا رب. جوا اليوم رائعة ما شاء الله في كابرون. شوف الفندق هذا ايش حلوة. من زمان كان ودي اصوره. طبعا محل الدراجات عند الجمعية الرئيسية اللي في قلب كابرون نيومير. اسمه اذا ماني غلطان سوبر 2000. بالهداوة. تدعمون الناس. هذا يوسف. هلا يلا لفوا دشوا بالشارع دشوا. روحوا بسم الله. روح بالشارع خلص. يلف يلا. انتبه للشارع انتبه. الله يصلح. بالهداوة. الله يحفظ يا رب. هذا المطعم التركي حلال. الله يصلح. هوتيل بانهوف. انتظر الشبيبة يجون. هذا انتر سوبر رندل 2000. هذراك الشباب. روح قدام. روح يا حبيبي خلصني. جاي تصفط عندي شو تسوي. الله يصلحك. لازم كم زفة على الصبح. هذا طبعا ضروري عشان نحل اليوم. الشباب الله يحفظهم. شوف الغيم شلون ما شاء الله تبارك الله. وهذا خباز بيكري. أجواء رائعة اليوم تبارك الله. شكله هني راح يسوون احتفال. قاعد يرتبون له. هذا مثل ما تقول ستيج. ماي شلون نهر.
طبعا هذول محترفين. لا والله الوجه مو وجه محترفين. بالهداوة يوسف.